شارك الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في مؤتمر منظمة طريق الحرير تحت عنوان حزام واحد طريق واحد في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك لبحث تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة للدول الأعضاء من أجل تعزيز التواصل بين قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتعد المحافظة الجنوبية أولى محافظات الدول العربية الحاصلة على عضوية المنظمة التي أنشأت بمبادرة من جمهورية الصين الشعبية وبمباركة من منظمة الأمم المتحدة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا انعقدت فعاليات مؤتمر منظمة طريق الحرير تحت عنوان حزام واحد وطريق واحدة، التي تهدف إلى المساهمة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة للدول الأعضاء من خلال تعزيز البنية التحتية والتواصل بين قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا. فعالية المؤتمر التي هيأتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي اليونيدو بالتعاون مع منظمة طريق الحرير شارك فيها عدد من الشخصيات الدولية البارزة من مختلف أنحاء العالم، من بينها معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في مملكة البحرين، حيث قدم خلالها ورقات عمل تناول فيها الأهمية الاستثمارية والاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين، التي تعتبر أول دولة عربية تحوز على عضوية منظمة طريق الحرير التي أنشئت بمبادرة من جمهورية الصين الشعبية وبمباركة من الأمم المتحدة. طبعا يعني لله الحمد اليوم كانت في فرصة لتمثيل مملكة البحرين في هذا المحفل المهم للمشروع اللي انطلق من قبل مكتب الأمم المتحدة للصناعة المستدامة، و تأتي هذه المشاركة استكمالاً للدور الذي تم من قبل المحافظة الجنوبية بالانضمام إلى المشروع اللي تم انطلاقه من قبل حكومة الصين العام الماضي، واللي من خلاله راح يحاولون أنهم يعيدون طريق الحرير، هذا الطريق اللي في السابق استطاع أنه يثري اقتصاد الدول اللي مر بها، واليوم نشوف مملكة البحرين والوطن العربي الحقيقة همزة توصل بين الشرق والغرب ومكان استراتيجي مهم لإثراء الاقتصاد المحلي من خلال هذا التبادل. هو أبرز كلمة كان قال الشيخ هو على أساس أنه أهمية طريق الحرير، هو ركز أيضا على أنه كيف أن الدول العربية هي أو دول الخليج هي من أول من أسس التجارة والاستثمار لطريق الحرير، وكيف أنه إحنا يجب أن نقوي هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية ونبني عليها لكل طريق الحرير، ولأنه دول الآسيوية بذات الصين هي بقت من الدول الاقتصادية الكبرى جدا، فلازم أيضا نتنبه أنه كيف ممكن تلعب معنا دور في التنمية الاقتصادية لدولنا. وأيضا تحدث الشيخ على أنه البحرين ستستضيف العام القادم المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار تحت عنوان رواد أعمال طريق الحرير، فهذه كانت واحدة من الأشياء الأساسية اللي تكلم عنها الشيخ، وتكلم على أساس أنه كيف أن البحرين هي من أول الدول العربية اللي دخلت في منظومة مدن طريق الحرير. من جهته أشاد المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية اليونيدو ليونغ بالتعاون القائم بين المنظمة ومملكة البحرين طيلة أكثر من 4 عقود، مؤكدا في ذات الوقت أن مثل هذا المحفل الدولي يعزز القدرة على مواجهة التحديات التي تقف في وجه التنمية. هذه الفعالية في غاية الأهمية، وأعتقد بأنها ستفعل الشراكة بين الجانبين وستفتح المجال لتعزيزها والاستفادة من الخبرات، ونحن نفتخر بانضمامها إلينا. كما قام الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة بجملة من النشاطات المتميزة، بينها محادثات هامة مع مدير منظمة اليونيدو وعدد من ضيوف المؤتمر من محافظي مدن العالم، فضلا عن لقائه مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات يوري فيدتوف على هامش أعمال الدورة 8 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. من مقر الأمم المتحدة بفيينا، عبد الوهاب القايد لتلفزيون مملكة البحرين.